أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب صدق الله العظيم.